وانا بقولها لحضراتكم اهو في قناه النادي الاهلي، وهو حسين عارف الكلام ده كويس جدا، وعارف قد ايه مقدار الحب اللي بيتمتع بيه ما بين كل جمهور النادي الاهلي وما بين القائمين على قناه النادي الاهلي. ولكن هو حسين عارف كويس قوي انه لم يؤدي بشكل كويس في الموسم اللي فات، ولكن الموسم او يعني قبل بدايه مش عارف اقولها لكم ازاي، يعني الواحد هو بيجي يتكلم بيتلخبط، والله بتلخبط في الست شهور اللي فاتوا او في الخمس شهور اللي فاتوا. ولكن انا متاكد ان حسين هيظهر بشكل مختلف خلال الفترة القادمة. ليه؟ لأنه شال الضغوط اللي عليه، الناس كلها بدأت تتكلم في حاجات تانية غير حسين، لكن الإشاعات بتلاحق حسين الشحات في كل حتة، وهو في أسبانيا بيتقال عليه إشاعات، وهو هنا بيتقال عليه إشاعات، ولكن إحنا دائماً هنقف كقناة النادي الأهلي وداعمين لكل اللاعبين، مش لحسين بس، لكل اللاعبين، اللي هيبقى في حاجة حضراتكم لازم تعرفوها بنطلع نقولها لحضراتكم على طول. بنطلع نقولها لكم ان فلان ده هيمشي او فلان ده هيقعد، او بنديكم تلميحات يعني لغايه لما الموضوع بشكل رسمي يتم طرحه في النادي الاهلي. فكل اللي بنطلبه لا تلتفتوا لهذه الاشاعات، لا تلتفتوا لهذه الاشاعات، لان الاشاعات دي صدقوني بيحاولوا يضربوا فيها باي شكل، لان حضراتكم شايفين اللي بيحصل في الانديه المنافسه ايه. احنا عندنا الدنيا الحمد لله هاديه جدا، اللعيبه في معسكرها بتعمل كذا بتعمل كذا، تمرين صبح تمرين بعد الظهر تمرين بالليل، وحضراتكم بتشوفوا دائما كل يوم الحقيقه خلال اليوم بالكامل داخل قناه النادي الاهلي بتشوفوا حصريا فقط بس عندنا هنا في القناه تدريبات لعيبه النادي الاهلي، بيعملوا ايه الصبح، بيعملوا ايه الظهر، بيهزروا ازاي، بيضحكوا ازاي، بيتمرنوا بجد ازاي، كل حاجه حضراتكم بتشوفوها من خلال قناه النادي الاهلي. فعشان كده انا بقول لحضراتكم لا تلتفتوا لمثل هذه الإشاعات. كل اللي أنا بقوله أيضا انتظروا حسين الشحات في الموسم القادم. حسين الشحات واحد من أهم وأفضل اللاعبين اللي جم في نادي الأهلي، ما طلعش كل اللي عنده في الخمس ست شهور اللي فاتوا، ولكن هتشوفوا بقى حسين الشحات في الموسم القادم هيبقى عامل إزاي. خلينا نطلع بقى نشوف تقرير عن حسين الشحات ونرجع نكمل بقية أخبارنا.